يرتدي بعض الرجال أحذية بكعب مخفي ليظهروا أكثر طولاً. يمكن لمثل هذه الأحذية أن تزيد طول الشخص بما يصل إلى 15 سنتيمتر. تبدو هذه الأحذية عادية، لكنها تحتوي بداخلها على هذا الجزء الإضافي. أحياناً يتم لصق هذا الجزء الإضافي، وأحياناً يكون قابلاً للإزالة، ويمكنك اختيار الارتفاع الذي تريده بنفسك. عندما اصطدمت سفينة تايتانيك بالجبل الجليدي وغرقت بعد فترة من الوقت، كانت درجة حرارة المحيط الأطلسي حوالي سالب 2 درجة مئوية، أي أن الماء كان أقل من نقطة التجمد. لذا لا عجب أن العديد من الركاب لم يتمكنوا من النجاة. لدى بعض الطيور صف من الشعيرات البارزة من حواف الجفنين، ربما يمكن تسمية هذه الشعيرات بالرموش، لكن في حين أن رموش الإنسان عبارة عن شعيرات محنية الغرض منها حماية العين، فإن رموش الطيور عبارة عن ريش محني. التوائم المتطابقة ليس لديهم في الواقع نفس بصمات الأصابع، لذا لن يمكنك لصق أخطائك بأخيك. تؤثر عوامل مختلفة أثناء النمو داخل الرحم على البصمات، مثل الوضعية في الرحم وطول الحبل السري ومعدل نمو الأصابع. تتغير سرعة دوران الأرض، إنها تتباطأ بينما نتحدث الآن، أي أن طول اليوم يزداد في المتوسط بمقدار 1.8 ثانية كل قرن. قبل 600 مليون سنة كان اليوم يستمر لمدة 21 ساعة فقط. معظم خرائط العالم غير صحيحة. في غالبية الخرائط لا يزالون يستخدمون إسقاط ميركاتور الذي استخدم لأول مرة في عام 1569، لكن هذه الطريقة غير دقيقة أبدا، وتجعل ألاسكا تبدو بحجم البرازيل بينما هي في الواقع أصغر بخمس مرات. أما بالنسبة لجرينلاند فهي تبدو أكبر 14 مرة مما هي عليه في الواقع. لكي تكون الخريطة دقيقة يجب أن تكون بالحجم الطبيعي ومستديرة وليست مسطحة. النمل ليس لديه رئتان. هذه الحشرات تتنفس من خلال فتحات صغيرة تعرف باسم المتنفسات، وقد تمتلك النملة 9 أو 10 منها على كل جانب من جوانب الجسم حسب نوع النملة. يطلق على متوسط لون الكون اسم شاعري هو اللاتيه الكوني. في دراسة أجريت عام 2002 اكتشف العلماء أن الضوء القادم من المجرات الأخرى يتحول في المتوسط إلى لون بيج قريب جدا من الأبيض، تماما مثل المشروب الذي يحبه الكثيرون. هناك شيء يسمى الديسيبل سالب القيمة. أهدأ مكان على وجه الأرض هو غرفة الصدى الخاصة بشركة مايكروسوفت في ريدموند بالولايات المتحدة الأمريكية. مستوى الصوت هناك هو سالب 20.6 ديسيبل. هذه الغرفة مبنية من الخرسانة الثقيلة والطوب، وتوضع على نوابض لمنع الاهتزازات من دخول الغرفة عبر الأرضية. هل كنت تعلم أن الموز مشع؟ مهلا لا تجزع، فالأمر ليس بهذا السوء. الموز غني بالبوتاسيوم، لذا فإن كل موزة مشعة قليلا بسبب النظير الطبيعي البوتاسيوم 40، لكن جسمك يحتوي على حوالي 16 ملغراما من البوتاسيوم 40، لذا فأنت في الواقع أكثر إشعاعا بحوالي 280 مرة من تلك الموزة المسكينة. على كل حال يتخلص جسمك من البوتاسيوم 40 الزائد من الموزة في غضون عدة ساعات. لا يوجد شيء اسمه خط مستقيم، ما عليك سوى تكبير الصورة بشكل كاف، وستلاحظ بالتأكيد بعضا من عدم الانتظام، حتى شعاع ضوء الليزر منحن بعض الشيء. في حالات الطوارئ تشكل الأسماك صفوفا منظمة، على سبيل المثال عند الهروب عبر المساحات الضيقة في المواقف الخطرة تصطف أسراب أسماك النيون تترا حتى لا تصطدم ببعضها البعض أو تتسبب في إعاقة الصف. يعتقد العلماء أن هذا السلوك يعني أن الأسماك يمكنها احترام القواعد الاجتماعية حتى في حالات الطوارئ على عكس البشر. لا تستطيع أفراس النهر السباحة، هذه الحيوانات لديها عظام كبيرة. هذه العظام كبيرة وكثيفة لدرجة أنها تجعل أفراس النهر بالكاد تطفو على الماء. لذلك هذه الحيوانات لا تسبح، بل تقوم بشيء يشبه الركض البطيء في قاع النهر. يمكن لأفراس النهر أيضا النوم تحت الماء البارد بسبب رد الفعل المنعكس الذي يسمح لها بالصعود إلى السطح والتنفس والعودة إلى القاع دون الاستيقاظ. يمكن لقطع الليجو أن تتحمل الضغط بشكل أفضل من الخرسانة. يمكن لقطعة الليجو البلاستيكية العادية أن تتحمل وزن 375 ألف قطعة أخرى قبل أن تتحطم. من الناحية النظرية قد تسمح لك ببناء برج يزيد ارتفاعه
عن 3.2 كيلومتر، لكن إذا قررنا توسيع نطاق ذلك إلى قطع بحجم منزل فسيكون الثمن باهظا. إذا ذهبت إلى الفضاء يوما ما يمكنك اصطحاب لعبة اليويو معك. في عام 2012 أخذ رائد الفضاء دون بيتيت لعبة اليويو على متن محطة الفضاء الدولية واستخدمها للعب هناك. كما ترى تعتمد لعبة اليويو في الغالب على قوانين حفظ الزخم الزاوي للعب بها، وإذا أبقيت الخيط مشدودا فإن هذه القوانين تنطبق في حالة انعدام الجاذبية أيضا. هناك نظرية تقول إننا نتعرق عندما نشعر بالقلق لتنبيه أدمغة الأشخاص الآخرين بأنهم على وشك التعرض للخطر نفسه الذي يشعرنا بالقلق. وقد كشفت فحوصات الدماغ أنه عندما تشم العرق الذي ينتجه شخص مذعور تضيء مناطق الدماغ المسؤولة عن الإشارات العاطفية والاجتماعية. وعندما تشعر بالقلق ينتج جهازك العصبي الودي هرمونات مثل الأدرينالين الذي ينشط غددك العرقية. هناك أقواس قزح على كوكب الزهرة يطلق عليها جلوريا. تبدو جلوريا كسلسلة من الحلقات الملونة متحدة المركز، تنتج من تداخل موجات الضوء داخل قطرات وليس عن عملية انعكاس وانكسار وتشتت الضوء، والتي تنتج أقواس قزح العادية. تبدو البروتونات مثل الكعك والكرات والفول السوداني وكرات الركبي. بعبارة أخرى، للبروتونات أشكال وأحجام مختلفة يتغير مظهرها بناء على سرعة الكواركات، وهي الجسيمات الأصغر داخل البروتونات. إذا نظرت إلى القمر وأنت في نصف الكرة الجنوبي فسيبدو لك وكأنه مقلوب، وسيبدو الشكل الشبيه بالرجل على سطح القمر أشبه بالأرنب. ستتذكر المزيد من أحلامك إذا كان نومك سيئا واستيقظت عدة مرات خلال الليل، كما أنك أكثر عرضة لتذكر حلمك إذا أيقظك شخص ما أو شيء ما في وسط النوم. تميل الكلاب رؤوسها أثناء الاستماع إلى الأشخاص لتمييز الكلمات المألوفة بشكل أفضل، كما يساعدها ذلك على فهم نبرة صوتك بشكل جيد. هناك أيضا اعتقاد بأنه إذا لم يميل الكلب رأسه كثيرا فذلك لأنه يعتمد بشكل أكبر على البصر مقارنة بالصوت. لن تنتج المرايا المقابلة لبعضها البعض انعكاسات لا نهائية، سيكون كل انعكاس تال أغمق من الانعكاس السابق، وفي النهاية ستتلاشى الانعكاسات حتى تختفي. تمتص المرايا جزءا ضئيلا فقط من طاقة الضوء الساقط عليها، لذا فإن العدد الإجمالي للمرايا المنعكسة الناتجة يبلغ عدة مئات الانعكاسات. يمكنك شم رائحة النمل لأن العديد من أنواع هذه الحشرات تنتج مواد كيميائية قوية الرائحة عندما تشعر بالتهديد أو الغضب أو عندما يتم سحقها. يطلق نمل فك المصيد رائحة الشوكولاتة عندما يتم سحقه، وتنبعث من نمل سيترونيل رائحة الليمون عندما يشعر بالتهديد. تدندن الزرافات عندما تريد التواصل مع بعضها البعض. يعتقد الباحثون أن هذا الطنين منخفض التردد قد يكون شكلا من أشكال نداء الاتصال بين الأفراد الذين انفصلوا عن قطيعهم. كما يمكن أن يساعد الزرافات في العثور على بعضها البعض في الظلام. لكن أتعرف ما هو أروع شيء في هذه الحيوانات المذهلة؟ يعتقد بعض العلماء أنها تتحدث أثناء النوم أيضا. إليك قصة رائعة أخرى، إنها عن عداء ماراثون استغرق أكثر من 50 عاما لإنهاء السباق. تم اختيار عداء الماراثون الياباني شيزو كاناكوري كواحد من الرياضيين اللذين يمكن لليابان إرسالهما إلى أولمبياد ستوكهولم عام 1912، لكن كاناكوري اختفى بشكل صادم أثناء سباق الماراثون. اتضح أنه بعد رحلة شاقة استمرت 18 يوما إلى ستوكهولم، أولا بالسفينة ثم بالقطار، كان الرجل منهكا. أثناء السباق توقف عن الجري لأن حالته ببساطة لم تسمح له بالركض أكثر. وجد الرياضي نفسه في حفلة في حديقة قريبة حيث شرب عصير البرتقال وبقي لفترة للتعافي. لاحقا شعر كاناكوري بالحرج الشديد من فشله، لدرجة أنه عاد إلى اليابان دون إخطار أي شخص بما في ذلك مسؤولي السباق. لذا اعتبرته السلطات السويدية مفقودا لمدة 50 عاما قبل أن تكتشف أنه يعيش بسلام في وطنه. وفي عام 1967 عرضت على الرياضي فرصة إنهاء سباقه، وقد وافق بالفعل. وبعد 54 عاما وثمانية أشهر وستة أيام وخمس ساعات واثنتين وثلاثين دقيقة وعشرين فاصلة ثلاث ثوان من بدء السباق أكمل الرجل الماراثون. كانت رحلة طويلة تمكن خلالها من الزواج وإنجاب ستة أطفال وعشرة أحفاد.